السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكب كيك، ودي حلويات بقى بيحبها الكبار والصغيرين. يا رب تعجبكم. أقول لكم إن شاء الله على المقادير: عندي 1/4 كوباية زيت على زبدة زيت ذرة، وعندي 1/2 كوباية سكر، وعندي 2 كوباية دقيق، معلقة لبن بودر، معلقة زبادي، 2 معالق مربى كريز، وثلاث بيضات، وطبعا عندنا الفانيليا والبيكنج باودر. حطينا الفانيليا على البيض، وهنضرب الحاجات السائلة الأول في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت والزبدة، الزبادي، اللبن البودر، توت، الكريز، والسكر. ضربنا المقادير السائلة مع بعض، ننزلها في البول. هنحط بقى الدقيق حبة حبة كده، طبعا احنا هنخلينه. نحط البيكنج باودر، طريقة سهلة وسريعة، إن شاء الله مش هتلاقوا فيها أي حاجة. حسب كمان ما تشوفي العجينة معاكي، ممكن متاخدش الدقيق كله. شوفي انت في ايدك عاملة ازاي. جميلة كده ما شاء الله. نحطها بقى في قوالب الكب كيك. نرجع تاني، هنبدأ ننزل في القالب بتاع الكب كيك. منملهوش للآخر لأن هو هيترفع عشان البيكنج باودر. ندخلها بقى الفرن على نار متوسطة. نسيبها كده بعد ربع ساعة نبص عليها. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنسيبها تستهدى شوية بقى وبعدين نزوقها.
انا هنا ضربت كريم جانتي مع ربع كوبايه لبن ساقع، معلقتين كاكاو، ونضربهم بالمضرب البيض لغايه ما يهش معانا، يبقى هايش. وبعد كده هو هنبتدي نزوق بيه الكب كيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اي شكل طبعا انت عايزاه ممكن تغيري فيه. دي شكلها بعد ما اتذوقت، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وانتظروني في الحلقات الجاية ان شاء الله.